هذا رمز من رموز نادي بلستينو اللي وضع من اجل اثبات الهويه الفلسطينيه انه احنا عائدين الى فلسطين. فهذا بشكل مرحله من مراحل وجودهم في تشيلي بتاسيس النادي من 1920. فهذه طائره دخل نادي بلستينو في تشيلي. هذا النادي تم تأسيسه في 1920 لأبناء الجالية الفلسطينية، ولإثبات ذاتهم وإثبات هويتهم الفلسطينية حطوا ووضعوا طائرة سموها طائرة العودة، ولونوها بألوان العلم الفلسطيني الأخضر والأحمر والأبيض والأسمر والأسود. وطبعا هذه الطائرة ترمز وتعني الكثير لأبناء الجالية في تشيلي لأمل العودة، فأمل العودة يراودهم ولا زال يأملون بالعودة. وطبعا هناك قطار العودة كما أطلقوا عليه، ونحن في مدخل نادي بلستينو اللي بيمثل مقر أو مكان لتجمع أبناء الجالية الفلسطينية. فطبعا نشاهد هناك في ملاعب للتنس وملاعب لكرة القدم وكرة السلة يجتمعون فيها أبناء الجالية، ورئيس النادي هو جابر زريني الرئيس السابق لنادي بلستينو اللي هو نادي الكرة. هذا النادي هو نادي التجمع لأبناء الجالية، وطبعا هو هذا فخر ومفخرة للفلسطينيين الموجودين في تشيلي لهذا النادي الذي تأسس منذ 1920 على هذه الأرض. وهذا المقر مملوك لنادي بلستينو. نحن نأمل كما يأملون بعودتهم إلى فلسطين الأم، ونتمنى من الله أن يحقق أمالهم في العودة إلى وطنهم فلسطين، ويأملون بالعودة إلى فلسطين دائما. فنحن نقول لهم نحن بانتظاركم وفلسطين تناديكم، ونتمنى من الله أن نراهم عما قريب في أرضهم في وطنهم. حقيقة أنا يعني منبهر فيما أرى، فكانت بداية زيارة اليوم لنادي بلستينو وما رأيته من الأعلام الفلسطينية الذي تعني الكثير لأبناء الجالية ولنا نحن في فلسطين. لكن أنا يعني ما شفته ما شاهدته من أبناء الجالية ومن تقربهم وحبهم للوطن شيء أسعدني جدا، وليس غريب على أبناء فلسطين المقيمون في الشتات. إن شاء الله نراهم في وطنهم وتحقيق أمالهم بالعودة إلى فلسطين. نحن الآن في مقر نادي بلستينو في تشيلي في العاصمة سانتياغو مع رئيس النادي السيد جابر زريني، اللي عرفنا على نفسه وعرفنا على حاله من هو طبعا أحد الشخصيات وأبناء الجالية المعروفين. هو من أرض فلسطين أصلا، فقدمنا وعرفنا على حاله. حقيقة هون في سانتياغو تشيلي الجالية الفلسطينية جالية ممتازة، واحنا هون قاعدين في النادي. هذا النادي عنده 100,000 متر في نص البلد، نادي أهم نادي من سانتياغو، واحنا هون فرحانين. يعني استلمنا النادي شهرين ورا، وقاعد بنشتغل عشان نبقى دائما هون العالم مبسوطين. سمعت منك رقم ادهشني كثير اللي هو حجم الارض اللي قائم عليها نادي بلستينو 100,000 متر. 100,000 متر. 100,000 متر. كيف تم شراء الأرض؟ مين تم كيف تم بناء الأرض؟ الأرض هذا اشتروها como te estoy explicando los nuestros directores muy visionarios. Te puedo decir por ejemplo los Yarur, la familia Yarur, la familia Bumor. Hay muchas familias más que se me escapan que tuvieron la visión de comprar este terreno para reunir de alguna manera, porque los palestinos no teníamos un punto de encuentro, un punto de reunión, necesitábamos algo así. Y la verdad que con la generosidad de nuestros antepasados compraron este estadio, lo construyeron y se ha mantenido en el tiempo. ¿El nadie, ahí se necesita un tercio?
النادي الفلسطيني متأسس في 1920. 1920. وبعدين 1920. اللي هو النادي النادي والنادي الكرة كمان اللي هو ديبورتيفو فلسطينو مش هيك؟ الكيبو فلسطين 28 سنة 1928 بعد 8 سنوات من. أنا بشكرك على هذا اللقاء جزيل الشكر، وأنت أسعدتنا جدا بلقائك، وإحنا نأمل نراك في فلسطين إن شاء الله عما قريب، أنت وأبناء الجالية. أنا يعني اندهشت لما رأيت الطائرة التي تمثل عودة أمل العودة في إلى فلسطين وقطار العودة، وهذا شيء إحنا فخورين جدا فيه، وكثير أسعدني أنا شخصيا، أنا أول مرة بزور تشيلي، لكن اندهشت من أبناء الجالية وإحساسهم وانتمائهم لهذا الوطن. أشكرك 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 في te agradezco mucho las palabras y y todo lo que sea de alguna manera ay qué lindo ¿eh? Un, muy lindo muy bonito عارف هذه طبعا شو تعني هذه الفنان ناجي العلي اللي رسمها واللي هو الكاريكاتير هذا اللي بسميه حنظلة اللي هو بعني عن كل الفلسطينيين اللي في العالم اللي بتامل la esperanza muy lindo muy lindo muchas gracias فهذه هديه ليك ولنادي فلسطينو. Muchas gracias. Muchas gracias por tanto cariño y tanto tanta preocupación importante que nosotros demostremos a través del mundo nuestra presencia. هذا شيء احنا قليل بنقدمه لابناء شعبنا، واحنا فخورين جدا فيكم. واتمنى ان تكون هذه في كلب فلسطينو. اوكي. تعني الكثير لكم. شكرا. شكرا شكرا كثير. شو بدك تقولي للناس في فلسطين؟ انت في البلد هذه عايشه مع العيله هنا مع هذا المحروس ابني السنة على فلسطين شو من الأهل فلسطين في القلب يعني في أمل العودة لحد لا موجود أحلى من ما في بلادنا مش أحلى من بلادنا ما بحسش بالإنسان وين 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 أجيش عين ما فيها والعبر عليها كلها ما بموت على بلادنا بموت على بلادنا بلحكي مطلوب